يعني خلينا نتكلم في خبر مهم، هو ان مجلس اداره النادي الاهلي تقبل، ولجنه الكوره تقبلت اعتذار الكابتن حسام البدري عن تكمله المشوار، ان الكابتن احمد ايوب هو اللي هيكمل المشوار امام النادي المصري البورسعيدي في اخر لقاءات الدوري، وهيكون ان شاء الله في الاونه المقبله هيبقى في طبعا ترتيبات على استقرار مين اللي هيكون المدير الفني الجديد للنادي الاهلي. واحنا معنا على الهاتف زميلنا كريم احمد، مع طبعا كان مع بث النادي الاهلي المتواجده في كامبالا. مساء الخير يا كريم. تحياتي ليك يا زميلي محمد، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي. عايز اعرف منك اخر اخبار بعثه النادي الاهلي، خاصه ان في قرار الان بقبول اعتذار كابتن حسام البدري عن تكمله المهمه. بالفعل يمكن حاله حزن سيطرت على اللعيبه بشكل كبير، على الجهاز، على المنصب المرتجي رئيس البعثه، كل حاجه طبعا البعثه المشاركه في المباراه يمكن تاثرت بشكل كبير جدا من المباراه، لان النتيجه مش متوقعه. يمكن التجهيز كان اللعيبه كان مركزه بشكل كبير، كنا شايفين في الفندق الاقامه من الامارات في تركيز كبير بالنسبه للعيبه، لكن يمكن انا خارج عن التوقعات خالص ان احنا نشوف النادي الاهلي النهارده بالشكل اللي احنا شفناه. كنا بنتمنى ان يكون في جديه اكثر، يكون في روح الفنانه الحمراء النهارده، يكون في قتال على الكره. فاكيد طبعا الكل تابع مجلس اداره النادي الاهلي كان مهتم اكيد بشكل كبير جدا بهذه المباراه، وفور وصلنا الى الفندق الاقامه بعد العوده من المباراه. يمكن بلغنا الاستاذ جمال جبر مدير المركز الاعلامي للنادي الاهلي بقبول استقاله او الكابتن حسام البدري من لجنه الكوره ومجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب، وتكليف الكابتن احمد ايوب المدير الفني المؤقت للنادي الاهلي في مباراه المصري القادمه، لحين طبعا الفتره القادمه يكون في مدير فني بنسبه كبيره، مدير فني يكون اجنبي للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه. ده اللي احنا برضه حاولنا ان احنا نكتشفه، حاولنا ان احنا نعرفه خلال الدقائق اللي فاتت، لكن زي ما بقول لك اللعيبه حزن شديد جدا على لعيبه النادي الاهلي. فقدان النهارده كمان كان احمد فتحي ايضا كمان من الاشياء المحزنه، الرشح على الرتبه اشتكى منها احمد فتحي، كان المفروض يكون متواجد في التشكيله الاساسيه. عمرو السولية ايضا كان عاد من اصابه، سوء توفيق قبل النادي الاهلي، ضربه الجزاء اللي ضاعت برضه اثرت بشكل كبير جدا على النادي الاهلي. لكن كابتن حسام البدري في المؤتمر الصحفي اتسال عن بالنسبه للصحفيين اللي كانوا متواجدين الاوغنديين، قالوا له فرص النادي الاهلي شايفها ازاي بعد هزيمه اليوم من كامبالا، قال لسه الفرصه موجوده، عندنا اربع مباريات خلال الفتره اللي جايه نحاول ان احنا نجمع فيهم نقاط. لكن زي ما احنا بنقول طبعا النادي الاهلي كان المفروض يصحح المسار، وده اللي احنا كنا متوقعينه في المباراه اليوم، مباراه كامبالا بعد التعادل امام الترجي. لكن ان شاء الله قدر الله ما شاء فعل، زي ما بنقول للفتره اللي جايه لابد يكون في تركيز كبير من لعيبه النادي الاهلي، الاصرار لابد ان يكون في كمان روح الفنانه الحمراء تعود من جديد. كريم بعد اللقاء هل تحدثت، كريم سامعني؟ هل بعد اللقاء تحدثت مع احد افراد الجهاز الفني؟ الحقيقه يمكن كل ملتزم الصمت، كل بعد المباراه التزم الصمت، ما فيش اي حديث مع اي لعيبه او الجهاز الفني، الكل توجه الى حافله طبعا نقلتهم على الفندق الاقامه. زي ما بقول لك حاله الحزن يعني الخبر جالك من الخبر كان جالك من الاستاذ جمال جبر رئيس المركز الاعلامي في النادي الاهلي، وما اتكلمتش بعده مع اي مع بعد ما عرفت مع اي حد من الجهاز الفني. الجهاز الفني يمكن كله متواجد في غرفه، المفروض ان احنا في خلال لحظات يعني البروتوكول المعروف من السفاره المصريه ان في عشاء للبعثه، لكن اعتذر الجهاز الفني واللعيبه برضه اعتذرت عن التوجه الى السفير، هيكون متواجد في العشاء اللي المفروض محضره السفير طارق سلام مهندس خالد مرتجي والبعثه الاعلاميه المشاركه مع النادي الاهلي في المباراه. طيب كريم، الشوط الثاني حسينا بتغير كبير، هل درجه الحراره اشتدت للغايه؟ يعني عايزين برضو الساده المشاهدين عايزين يعرفوا ايه سبب التحول في الشوط الثاني، في بعض اللعيبه ما كناش حاسين ان هم قادرين يجروا. والله زي محمد عايز اقول لك النهارده يمكن الجو كان مميز، يمكن اول يوم كان الجو صعب شويه، الرطوبه كانت مرتفعه تصل ل 85%، كنا بنقول بنتمنى ان يكون يوم المباراه يكون الجو مقبول. بالفعل النهارده كان صباحا في بعض الامطار، الجو كان جو كره قدم. يمكن الحاجه الوحيده اللي هي كانت صعبه شويه على اللاعبين، وده اللي احنا شفناه، ارضيه الملعب كانت صلبه جدا، فيها مخبطات كثيره، لكن الجو العام ما اعتقدش النهارده يكون يمكن ليه اي تاثير. النهارده اللعيبه يمكن زي ما بقول النهارده كان في فقدان روح الفنانه الحمراء، ما كانش في اصرار، ما كانش في لعبه بجديه كبيره امام فريق كامبالا، ويمكن فريق كامبالا من الفرق المتوسطه مستواه، يمكن وصلنا اكتر، يمكن وصلنا اكتر من
زي ما بقول لك يمكن الفتره اللي جايه ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي تكون على قدر المسؤوليه، الجهاز الفني مع الكابتن احمد ايوب ان شاء الله او الجهاز الفني القادم للنادي الاهلي يعودوا بانتصارات من جديد ونصحح ان شاء الله المسار من جديد في البطوله. كريم عايز اعرف منك هيبقى في حفل او مش هنقول حفل بقى في عزومه عشاء ما في السفاره المصريه هناك، تفاصيل كواليس العوده او العوده او الاجراءات هتتم ازاي؟ يمكن بالفعل احنا هنتحرك دلوقتي في لحظات الى العشاء غدا ان شاء الله، هنكون متحركين هنا من اوغندا الى مطار انتيبي الساعه 2 ظهرا، هنتحرك من هنا هو الطريق ساعه ونص عشان توصل المطار انتيبي الساعه ونص 3 ونص ان شاء الله او 4 هنكون متواجدين، طيارتنا 6 الا ربع هنا 7 الا ربع هنا بتوقيت زامبيا 7 الا ربع هنا بتوقيت اوغندا 6 الا ربع بتوقيت القاهره، يعني ان شاء الله نوصل 1 ونص صباح يعني قبل رمضان طبعا يكون سلطان كريم كل مشاهدي قناه الاهلي قبل رمضان بساعات بسيطه جدا دخول في رمضان هنكون في مطار القاهره باذن الله. زميلنا كريم احمد بنشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه، وفانا بكل تفاصيل ما بعد لقاء النادي الاهلي وكيف تلقوا خبر قبول استقاله الكابتن حسام البدري. خليني اقول لحضراتكم حاجه مهمه جدا ودي هتبين لكم